ما هو شعورك إذا كنت تعيش على وجه الأرض، تذهب إلى العمل، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، والله تعالى من فوق سابع سمائه يحبك؟ هل بإمكانك أن تستشعر أن الذي يحتاج إليه كل الناس سبحانه قد اختارك أنت من بين كثير من عباده فأحبك؟ إنه سبحانه لا يحب جميع الخلق، وأما أنت فأحبك. صدقني الأمر أعظم من أن تدركه العقول. يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن أتدرون ما هو العجيب؟ ليس العجب عندما قال تعالى يحبونه، لكن عندما قال سبحانه يحبهم، يحبه ربي، يحبهم، هو الذي خلقهم ورزقهم وإلى الآن يحميهم ويعطيهم، ثم في النهاية هو الذي يحبهم. يقول ابن القيم: ليس العجب من عبد يتقرب إلى سيده ويحسن إليه، هذا هو الأصل، لكن العجب، كل العجب، من السيد الملك كيف أنه يحسن إلى عبد من عبيده، ويتودد إليه بأنواع من العطايا، ويتحبب إليه بأنواع من الهدايا، والعبد ربما يكون معرضا عنه. طيب كيف أعرف أن الله أحبني أم لا؟ سهلة، إذا كنت تفعل الطاعات وتترك المحرمات ربي يحبك. طبعا ربي يحبك، لماذا لا يحبك؟ سيحبك طبعا. وأيضا توجد علامة على محبة الله لك، وهي أن يحبك الناس. فإن قال قائل: هل يحبني كل الناس؟ الجواب: لا، محبة كل الناس ما نالها أحد، ولا حتى الرسل والأنبياء. أهل الخير إذا أحبوك فهذا دليل على أن الله يحبك، أما محبة أهل المعصية فلا وزن لها. ولكن أهل الصلاح، أهل المساجد إذا أحبوك فهذا فيه إشارة إلى أن الله يحبك، وأن جميع أهل السماء من الملائكة وحملة العرش يحبونك أيضا. الآن نريد إجابة السؤال: كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ أي والله، كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ أولا، إذا أحبك الله فأحببه كما أنه أحبك، هذا أول شيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، إن الله تعالى يحب الذي يحبه، بل كلما كانت محبة العبد لربه أقوى كانت محبة الله لهذا العبد أكمل وأتم، فلا أحد أحب إلى الله من الذي يحب ربه. فإذا أحبك الله فمما تخاف؟ لن يعذبك ولن يعاقبك، لأنه يحبك، فكيف لا نحبه سبحانه؟ والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن لأحد أن يتعرف على صفات الله وعلى أفعاله ثم لا يحبه، ما يستطيع، لا بد أن يحبه. ثانيا، من فقه تعاملك مع الله إذا أحبك أن تكثر من طلباتك له، أطلب أطلب أطلب، وأكثر من السؤال وأكثر من الدعاء، فإنه يحب ذلك منك، يحب كثرة السؤال عكس البشر تماما. ولأن الله تعالى يقول عمن أحبه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي والله، لو أزعجك أي إنسان فاستعذ بالله منه ولن يستطيع أن يضرك. أما إذا حاول أحد أن يعاديك فهذا الشخص أصلا مصيره الدمار. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. يحارب إله؟ من يحارب إله؟ ثالثا، من التعامل مع الله إذا أحبك، إذا أحبك الله حاول أن تحافظ على هذه المحبة، حاول أن تحافظ عليها لكي لا تذهب منك. فكونك تصل إلى درجة يحبك الله هذه مرحلة، ثم أن تستمر محبة الله لك هذه مرحلة أخرى. فإذا أحبك الله حافظ على هذه المحبة، لأن فقدها شديد على الإنسان، بل أشد عذاب على النفس أن تخلو من محبة الله، لأن محبة الله بالنسبة للإنسان كالروح للجسد، بل هي أهم من الروح. والله الجسد إذا فارقته الروح فإن أقصى شيء يمكن أن يحدث له أن يموت، أما من فقد محبة الله فسيتعذب نفسيا في الحياة الدنيا، ما دامت محبة الله بعيدة عنه سيتألم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لهذا لاحظ كيف أن الذي كان على طاعة ثم انتكس يحس بوحشة في صدره لن تذهب عنه حتى يرجع إلى الله. طيب كيف أحافظ على محبة الله؟ الجواب: احفظ هذه القاعدة، احفظها: إذا أردت أن تدوم لك محبة الله فاتبع حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يدعي محبة الله ولا يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مستحيل أن يكون صادق. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحلى حب في الوجود هو حب الله. حب المال له طعم،
حب الأم له طعم آخر، حتى الأولاد حبهم له طعمه الخاص، إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر. وهذا الشعور، شعور المحبة، محبة الله، العجيب فيه أن تأثيره سريع على قلبك. مجرد أن تتذكر قدر الله في قلبك، كيف أنك لا تحب أحدا أكثر منه، وأنك تفديه بمالك وولدك ونفسك، بمجرد أن تركز في هذا ستجد القلب استجاب بسرعة بسرعة، سيحس القلب بإحساس معين، إحساس جميل يحسه كل من استحضر محبة الله تعالى. ما هو هذا الإحساس؟ إنه نوع مميز من أنواع السعادة، لكن ما اسمه صراحة لا أعرف له اسما، لا أعرف ماذا أسميه، لكن الذي يشاهدني الآن وقد ذاق هذا الإحساس يعرف الآن عن ماذا أتكلم أنا الآن. إنه نوع راقي من أنواع المشاعر، والله إني لأتمنى أن تذوقه. إي والله، والله أحب لكل إنسان يذوقه، وأن يكون لك أنت أخي الكريم وأنت أيضا أختي الكريمة أن يكون لكم من هذا الشعور أوفر الحظ والنصيب، والله أتمنى لكم ذلك من كل قلبي. أرجو أن يذيقنا الله تعالى هذا الشعور في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا على محبته، وأن يرينا وجهه الكريم ونتلذذ برؤيته سبحانه يوم القيامة، ونلتقي إن شاء الله مع تعامل آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.